السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن يكون الجميع بخير وصحة وعافية. إن شاء الله اليوم راح نتكلم عن واحد من أهم المواضيع في الباور سيستم، وهو لود فلو أناليسيس. قبل لا ندخل إلى تفاصيل هذا الموضوع، راح نشتق أهم معادلتين واللي هما ستاتيك لود فلو إكويشنز، وبعدها إن شاء الله راح ندخل بتفاصيل اللود فلو. طبعا كل احنا نعرف قانون اوم اللي هو V يساوي I في R، هذا بالنسبة لمن؟ الى دوائر ال DC circuit. V bar يساوي I bar في Z bar، هذا بالنسبة لمن؟ إلى دوائر الـ AC circuit. هذا البار دلالة على أنه عندي هذه الـ يعني مثلا هنا الفولتية راح تكون عبارة عن complex number، وكذلك التيار، وكذلك الزت، يعني إما بطريقة الريكتانجولر يعني راح يكون real part، يعني مثلا real part زائدا imaginary part، يعني مثلا راح يكون بهالطريقة، هذه مثلا 3 زائدا J 5 مثلا، يعني او بطريقة البولر فورم اللي هي 50 مثلا، وهنا الزاوية او الفيز انجل مثلا 80. بما انه احنا نتعامل يعني دائما نتعامل ويا او اغلب دراستنا هي دوائر الـ AC circuit، يعني فهذه راح تكون البار انا راح الغيها، يعني ما راح اخليها دائما موجودة بالحل، على اعتبار انه احنا دائما نتعامل مع دوائر الـ AC circuit. زين، فهسه هنا حتى نرتب هذا القانون راح يصير عندي I يساوي 1 على Z V. I يساوي طبعا كل احنا نعرف انه 1 على Z يمثل ال Y او ال Admittance في V، هذه بالنسبة اذا كان عندي عنصر واحد، اما اذا كان عندي number of buses يعني مجموعة من الباص بارات واريد استخرج لها التيار، فشلون اقدر استخرج هنا بهاي؟ اذا كان عندي number of buses راح استخدم الماتريكس، يعني راح استخدم المصفوفة حتى اقدر استخرج التيار. قبل لا انتقل للمصفوفة راح يكون ترتيبها مبدئيا بهالشكل هذا، يعني هنا أنا مصفوفة التيار هذا راح تكون N في 1، هذه الواي باص اللي هي راح تكون N في N، وهذه الفولتية راح تكون ايضا N في 1. زين، شنو هذا الان؟ شو يمثل لي؟ هذا الان يمثل لي مجموع الباسبارات اللي موجودة عندي، يعني number of buses، يعني شقد عندي باسبارات؟ 5 مثلا، number of buses 5 6 7 4 3 2 الى اخره، فهذا يمثل لي number of buses. هذا يعني راح يكون عندي هذا بالنسبة للان، ف number of buses راح يمثل لي الان. فهسه هنا راح نرجع لشون نقدر نرتب هاي، اذا كان عندي number of buses واريد استخرج لهم التيار فراح اكتبهم بهالشكل هذا، فراح يكون عندي i1 i2 ii، هسه راح اوضح شنو معناه ال in. هنا عندي ال y bus ايضا اخذناها في محاضرات سابقه، يعني استخرج ال y bus وقيمها واجيبها اخليها هنا مباشرة بهالشكل هذا. عرفنا شلون نقدر نكون ال y bus اللي هي تمثل ال admittance، وايضا بنفس طريقة التيار اخلي الفولتية v1 v2 vi vn. زين، الـ II شنو شي يمثل لي؟ الـ II يمثل لي any bus، يعني أي bus،
هسه هنا عندي مثلا بص نمبر 1 هذا، هنا عندي بص نمبر 2، قد يكون الاي بص نمبر 3 او بص نمبر 4. اي باس بار اريد استخرج للتيار فراح امثله باي اي. زين اي ان يعني وين راح اتوقف؟ قلنا حدود المصفوفه مالتي وين هي للان، يعني شلون اتوقف؟ يعني اذا كان عندي نمبر اوف باسز مجموع الباس بارات، ايش قد عندي الباس بارات؟ مثلا 4، فراح اتوقف الى حد اي 4، فراح يصير عندي اي 1 اي 2 اي 3 اي 4. نفس الطريقة بالنسبة لمن للفولتية V1 V2 V3 V4. زين إذا عندي مجموع الباسبارات 5 فراح أتوقف عند I 5 أو V 5. جيد. هسه هنا إذا أريد أستخرج التيار الداخل لباسبار نمبر 1، شلون اقدر احسبه؟ نحسبه بهاي الطريقة. راح نروح على هذا الرو، هذا الفيرست رو، نضربه بهذا الكولوم اللي هو يمثل الفولتية. نروح على الفيرست رو نضربه بهذا الكولوم. شلون طريقة الضرب؟ طريقة الضرب هي طريقة ضرب مصفوفة عادية، يعني y11 في v1، y11 v1 زائد y12 v2 y13 v3 y1n vn. هاي بالنسبة لمن؟ لباص نمبر 1. بنفس الطريقة استخرج التيار الداخل لباص نمبر 2، فش اروح؟ اروح مباشرة على second row اللي هو هذا، واضربه في هذا الكور اللي هو نفسه ايضا الفولتيات يعني. فراح يصير عندي، يعني مثلا انا اريد استخرج التيار لباس بار نمبر 2، فاروح على اليمن، اروح على second column، الباس بار نمبر 3 third column، third row عفوا، باس بار نمبر 4 اروح على فورث رو واضربه بنفس الكولوم اللي هو مال الفولتية. زين فهسه هنا اشرح، اذا اريد استخرج باس نمبر 2 التيار اله راح يكون عندي y 21 في v1 y 22 v2 y 2-3-V3 Y2-4-V4 إلى أن أوصل Y2-N-VN. جيد. إذن على ضوء هذولي المعادلتين اللي استخرجتهم، هسه إذا أريد أستخرج تيار at any bus، يعني الـ A bus كان number 1, number 2, bus number 3, number 4، هذا راح يكون يمثل لي I، يعني الـ I يمثل لي number of bus، رقم البص اللي أريد أستخرج التيار L. فش راح يكون عندي Y I 1، يعني بنفس هذا الطريقة. هنا إذا لاحظ أنه هسه I 2 Y 2 1 V 1، لاحظ هنا Y 2 2 V 2، لاحظ أنه رقم البص هو ثابت 2 2، شنو اللي يتغير؟ يتغير 2 1، يعني هذه ال 1 وياها تتغير الفولتيه v 2 2 v 2 v 2 n v n. فعلى ضوء هذه المعادله راح ارتب هاي الصيغه اللي هي y i 1 v 1 y i2 v2 y i n v n. i تمثل لي يعني رقم البص اللي نريد نستخرج للتيار. زين
هذه المعادلة راح أصيغها بصياغة أخرى بطريقة الصميشن، فراح تكون عندي هنا صميشن K من 1 إلى N Y I K V K. زين، ال K هنا راح تكون أشبه بالعداد، راح يبدي من 1 وينتهي ب N اللي هو قلنا number of bits، قد يكون 5 قد يكون 6 قد يكون 7 إلى آخره. فهسه يعني إذا أريد على سبيل المثال، يعني إذا مثلا نريد نستخرج التيار for bus number 3، يعني I راح يكون 3. زين، وأنا عندي number of bus، number of buses اللي هو ال N، يعني مجموع الباص بارات اللي موجودة عندي بالشبكة اللي هو أيضا 3. فشلون أقدر يعني على ضوء هذا القانون شنو اللي راح أسوي؟ راح أقول I 3 يساوي ال K هنا راح أبدأ بيها من 1 وأنتهي بيها برقم 3، يعني اخذ رقم 3 وخلص. فهسه بدايه راح ابدي برقم 1، فراح اعوض y حتى افتح هذا الصميشن، فراح يصير عندي الواي يساوي i اللي هو الاي ايش قد 3، الكي ايش قد عندي 1، والفي كي ايضا 1. زين، صميشن يعني زائد. زين، هنا الكي هسه الخطوة اللي بعدها راح يصير عندي 2، فراح يصير y الاي شبي الاي ثابت 3، الكي صار عندي 2، والفي كي يعني v 2 زائد y الكي هنا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي الكي 3، يعني راح يصير عندي الـ i 3 والـ k 3 والـ v k يعني v 3. زين، آخذ بعد أنه y تساوي v 3 4، لا، ليش؟ لأنه آخر رقم هو 3. زين، إذا هنا أنطاني الـ number of buses يعني مجموع الباسبارات اللي موجودة عندي هي مثلا 4، نعم، نضيف بعد وحدة، فش نقول؟ نقول الـ k صارت 4، فراح يصير الـ i ثابتة 3، فراح يصير y 3 4 v 4. هاي بالنسبة لهذا القانون، وهي أيضا جبناها من هذا القانون. بعد إحنا هاي الصيغة راح نحتاجها، يعني راح نتعامل بها. الـ i قلنا current injected into ith bus، يعني التيار الداخل إلى الـ ith bus، يعني any bus، باص نمبر 3، باص نمبر 4، باص نمبر 5 إلى آخره. هنا current injected at ith bus depending upon the bus voltages of all those buses connected with ith bus. يعني احنا هنا لاحظنا بالقانون انه التيار مثلا هنا التيار لباس بار نمبر 3، لاحظ v1 v2 v3 بالقانون، يعني فلاحظ انه الفولتية هنا لبقية الباص بارات تأثر على التيار الداخل لباص بار رقم 3 أو باص بار رقم 2. زين، فهنا الفولتية تعتمد أو تلعب دور مهم بالتأثير على التيار الداخل or injected to the ith bus. زين، احنا نعرف انه قانون الـ SI أو الكومبلكس باور اللي هو بصورة عامة يساوي P زائدا J Q. هنا يعني هذا الـ I لبص معين. زين، أيضا الـ S شو تساوي لي؟ تساوي لي V I في I
I conjugate. هذا ال conjugate شنو معناته؟ معناته انه مثلا يعني لنفرض اذا عندي ال I تساوي 15 زاوية 30، فال I conjugate الماجنتيود القيمة، هذا القيمة هذه احنا نسميها الماجنتيود قيمة، تبقى نفسها ما راح تتأثر، فقط هذه الفيز او الفيز انجل هذه الزاوية راح نعكس اشارتها تصير 30. هذا اللي نقصد بالكونجوجيت. زين، ها ايضا اذا كان بطريقة ال الكومبلكس نمبر، يعني مثلا اذا كان عندي الـ يعني البي مثلا عندي البي تساوي 3 زائدا جي 10، زين فالفي كونجوجيت راح شو يصير عندي؟ 3 ناقص جي 10، فهي يعني نعكس الإشارة بها. زين هسه هنا الكونجوجيت ال S I يساوي V I في I I كونجوجيت. زين إذا أريد أتخلص من هذا الكونجوجيت راح شو أسوي؟ راح يعني راح يتوزع بين ال S وبين ال V، فراح يصير عندي S I كونجوجيت يساوي V I كونجوجيت في I I حتى نتخلص من الكونجوجيت على ال I I. زين ال S I كونجوجيت ال S I بحته شو تساوي لي؟ B زائدا J Q. زين S I كونجوجيت راح يصير عندي B I ناقصا J Q I. ليش صارت ناقص؟ لأنه كونجوجيت عندي. بس أنا منا راح يعني منا راح أبدي أستمر. ال SI عندي بوحتها هذا قانونها بدون كونجوجيت، خلينا عليها كونجوجيت. منين جبنا هذا الكونجوجيت؟ هذا تخلصنا من الكونجوجيت اللي موجود على التيار، فبقى بدون يعني هنا بدون ستار، فصار عندي فصارت عندي ال S تساوي PI ناقصا JQI. ليش ناقص؟ لأن كونجوجيت عليها. جيد، ال VI conjugate تنزل مثل ما هي. زين ال II هذا قانونه استونا اشتقينا نجيبه مباشرة نعوض هنا. هذا القانون هذا ال II اجيبه اعوضه مباشرة بهذا القانون اللي هو هذا. زين احنا اتفقنا انه احنا جاي نتعامل ويا كومبلكس نمبر. زين فاذا هسه هذا عندي هنا اذا اريد استخرج بطريقة البولر فورم يعني بطريقة الماجنتيود والزاوية، فكلهم راح ارجعهم للماجنتيود والزاوية. ايش عندنا هنا؟ عندنا ال V، عندنا ال V يعني هسه هذه ال V او ال VI هسه اللي هي موجودة، يعني ال VI قلنا ال I نقصد بيها لباس بار معين، باس بار نمبر 2 باس بار نمبر 3 الى اخره. مثلا هذه هنا عندنا قلنا نكتب وياها بار، بس احنا قررنا نلغيها لانه احنا دائما نتعامل ويا دوائر الايس. فهسه اذا اريد اكتبها بطريقة الكومبلكس او بطريقة البولر فورم شلون راح اكتبها؟ راح اكتبها V I، هذه ال VI تمثل لي الماجنتيود، زين وهنا تمثل الزاوية، الزاوية نرمز لها دلتا I. زين كذلك بالنسبة لمن؟ لل VK، ال VK أيضا راح تمثل باس بار معين. ليش؟ لأنه 1 احتمال 2 3 إلى آخره، فراح شو تصير القيمة مالتها؟ VK هذه الماجنتيود وهذه الزاوية مالتها اللي هي دلتا كي. زين بالنسبة أيضا
لل الواي الواي بس ايضا راح نكتبها بهذه الطريقه اللي هي واي اي كي. واي اي كي شو يساوي لي؟ واي اي كي اللي هي هذه الماجنتيود وهذه الزاويه مالتها اللي هي نرمز لها ثيتا اي كي. فهسه بما انه استخرجنا القيمه والزاويه راح ارجع ذولي اعوضهم بنفس القانون اللي موجود عندي هنا. فراح يصير عندي الترتيب كالاتي. هذه بي بي ناقص جي بي اي ناقص جي كيو اي. هنا قلنا بما انه عندي هذه الفي اي، هذه الفي اي كونجوجيت الماجنتيود ما راح يتاثر، فقط الفيز انجل او الزاويه هي اللي راح تتاثر. فراح شو يصير عندي؟ راح انزل الفي اي مثل ما هي، زين، ناس سميشن مثل ما هو، الواي اي كيو الفي كيو. زين عندنا الزوايا شو نسوي لهم هنا؟ نجمعهم. زين فراح شو نجمع؟ شو يصير عندي؟ الكيو اي كي زائدا دلتا كي ناقصا دلتا اي. ليش ناقص دلتا اي؟ لانه الفي اي عندي هنا شنو الزاويه مالتها؟ الفي اي بالوضع الطبيعي في اي الدلتا مالتها دلتا اي، لكن اذا كونجوجيت عليها فنخلي لها سالب، نخلي لها سالب. فاحنا يعني باعتبار لغينا الكونجوجيت هنا لغيناه وعوضنا مكان الزاويه سالب، فصار عندي هذا الترتيب. اذا هسه احنا هنا كل شيء ما سوينا، هذه فقط رتبناها بطريقه البولر فورم. زين لانه هذه كل قيمه عباره عن ماجنتيود وفيز انجل، كل قيمه بيهم الفي والواي، الفي اي والفي كيو والواي اي كي. زين عباره عن قيمه زائدا فيز انجل زاويه. زين زين الفيز انجل احنا شلون نجيبه؟ شو نسوي؟ نضرب، احنا دائما نضرب القيم نجيبهم مثل ما هم نخليهم، تبقى الزوايا شو نسوي؟ نجيب الزوايا مالتهم، يعني نجيب القيم الماجنتيود نخليها. زين هسه هنا مثلا في اي في كي واي اي كي. زين الفيز انجل مالتهم او الزوايا شو نسوي لها؟ نجيبهم كلهم ونخليهم بهالترتيب هذا ونجمعهم، نجمعهم، نجمع الزوايا مالتهم. زين الفي اي، الفي اي ايش قد الزاويه مالتها؟ الفي اي الزاويه مالتها دلتا اي. بما انه هي عليها كونجوجيت وانا هنا راح الغي الكونجوجيت، راح اشيله، فراح شو اسوي؟ اعوض عن يعني اعوض عن الدلتا اي بسالب دلتا اي، فراح يصير عندي سالب دلتا اي. زين اذا ماكو كونجوجيت خلص تصير موجب. زين اجل البقيه في كي، الفي كي زائدا دلتا كي. زين زائدا هذه شنو الزاويه مالتها؟ ثيتا اي كي. فصار عندي هنا يعني عاكسيهم احنا، ثيتا اي كي زائدا دلتا كي ناقصا دلتا اي. زين هسه عندي المعادله النهائيه صارت بهالشكل هذا. هسه اذا اريد استخرج الباور اللي هي تمثل لي الاكتف باور او القيمه الحقيقيه للقدره، شلون اقدر استخرجها من هذا القانون؟ راح يصير عندي بهالشكل هذا، نفس القانون في اي هنا سميشن ينزل واي اي كي في كي. الفيز انجل هنا راح يصير يعني مسبوق بكوساين اذا نريد نستخرج الاكتف باور او اي قيمه حقيقيه، مو شرط الباور. زين اي قيمه حقيقيه نريد نستخرجها راح نستخدم هل هذا القانون، يعني في اي فقط انه نسبق الفيز انجل بكوساين. زين
الـ QI بما أنه الـ QI يتمثل الـ Reactive Power فراح ش تمثل يعني شلون راح شلون أرتبها أو شلون أسوي القانون لها راح تصير عندي تساوي ناقص VI ناقص منين جبناها هذه الناقص هذه الناقص حولناها أو ضفناها إلى هذه الجهة فراح يصير عندي ناقص VI الصميشن ينزل نفس القانون فقط أسبق الفيز أنجلز بساين ساين ثيتا آي كي زائدا دلتا كي ناقصا دلتا آي اتفقنا أنه الآي قد يكون 1 وقد يكون 2 قد يكون 3 قد يكون 4 إلى آخره أني بس هذين المعادلتين نسميهن static load flow equations هذين المعادلتين مهمات جدا ونحتاجهن إن شاء الله بالمواضيع القادمة إن شاء الله هسه نجي المن إلى موضوع load flow studies load flow analysis or load flow studies الغرض منه هو لحساب قيمة وزاوية فرق الطور للفولتية لكل بص وكذلك الاكتف باور والرياكتف باور ايضا لكل بص يعني الغرض من عنده هو تحليل الشبكة ودراسة القيمة والفيز انجل للفولتيات لكل بص وكذلك الاكتف باور and رياكتف فولت امبيرز لكل بص زين هنا ذاكر هو انه the following variables are associated with each bus or node يعني انه هاي ال variables المتغيرات التالية المتعلقة بكل bus المتغيرات المتعلقة بكل bus او اللي راح نتعامل بها باللود فلو ستاديز هي كالآتي هي قيمة الفولتية زاوية فرق الطور او ال الدلتا اي والاكتف باور والرياكتف باور زين هسه نجي عندنا موضوع مهم جدا اللي هو تايب اوف باسس 3 تايبس عندنا 3 تايبس اوف باسس ار ايدنتيفايد ان باور سيستم نتورك فور لود فلو ستاديز عندنا 3 انواع من الباصص انا ملخصهم هنا عندنا الباص تايب وعندنا السبيسيفايد فاريبلز وعندنا الانون فاريبلز عندنا اول نوع اللي هو ريفرنس باص اور سلاك باص دائما بهذا النوع اللي هو اسمه reference bus او نسميه slack bus دائما ما تكون عندنا القيمة specified يعني المحددة specified variables يعني المتغيرات المحددة عندنا تكون قيمة الفولتية والدلتا اي والزاوية فرق الطور المن في هذا البص ذن نشبيهن دائما ثابتات ما يتغيران دائما ثابتات والانون فاريبلز هي البي والكيو يعني الاكتف والرياكتف باور زين عندنا النوع الثاني هذا هذني يعني انا هسه يعني انط شرح يعني عام عليهن بس ان شاء الله بالامثله راح يعني راح تتوضح لنا الامور اكثر يعني راح يكون يعني يكونون مفهومين اكثر من هسه شرح عام يعني عندنا الجنريتر بس الجنريتر بس او اللي نسميه بي في بس بي في بس هسه اذا لاحظ من الاسم مالته هذا بي في بس يعني شنو معناتها معناتها الباور والقيمه الماجنتيود للفولتيه هي محدده او معطاه عندي بالسؤال specified variables لل PV bus يعني ال P معطات وال V أيضا معطات لكن يا في ال V فقط ال magnitude
زين unknown variables راح تكون عندي الQ الرياكتيف اللي هي راح تكون ما معلومة عندي، والدلتا الدلتا المن يعني زاوية فرق الطور للفولتية راح تكون عندي للبي في بس ما معلومة او مجهولة او هو يطلبها بالسؤال من عندي. زين النوع الثالث والاخير اللي هو نسميه اللود بس، واللي هو هذا يعني اكثر يعني غالبا ما يعني اكثر شيء موجود بالشبكة هو هذا النوع اللي هو بي كيو بس. هذا من اسمه بي كيو او لود بس. بي كيو يعني البي معطات والكيو معطات عندي او محددة بالسؤال زين، لكن عندي القيمة قيمة الفولتية والدلتا اي شبيهن unknown variables. ذولي اثنيناتهم راح يكونون مجهولين عندي بال يعني راح يكونون unknown variables. هاي بالنسبة للبس تايب. قلنا البس تايب راح يكون عبارة عن ثلاث أنواع. مرات هو ما يذكر أنه أو ما يحدد بالسؤال هنا يعني عندنا بي في بس أو بي كيو أو سلاك بس. فإذا أنطاني إذا أنطاني بالسؤال فولتية وياها قيمة الفيز عفواً الفيز أنجل ويا هاي الفولتية فأنا أعرف أنه هذا سلاك بس. وإذا أنطاني البي بالسؤال والفولتية كماغنيتيود فأعرف أنه هذا بي في بس. وإذا أنطاني البي والكيو بالسؤال فراح أعرف أنه هو اللي منطيني إياه بي كيو بالسؤال. زين هاي بالنسبة للأنواع الثلاثة البس تايب أوف لود فلو ستاديز.